موسيقار محمد عبد الوهاب، بصمة خالدة في تاريخ الفن المصري، ملحن ومطرب ومكتشف نجوم وأستاذ قدر يساهم في تطوير الموسيقى العربية لسنين طويلة، عشان كده استحق لقب موسيقار الأجيال. محمد عبد الوهاب بدأ رحلته للمجد والشهرة بصعوبات كتيرة، أولها لما رفض أبوه الشيخ محمد أبو عيسى مقرئ ومؤذن جامع سيدي الشعراني في باب الشعرية إن ابنه يغني. ساعتها محمد عبد الوهاب هرب من البيت وراح لفؤاد الجزائرلي صاحب فرقة الكلوب المصري في الحسين، وعجبه صوته واتفق معاه يغني بين فصول المسرحيات، لكن عبد الوهاب كان خايف من أبوه فغير اسمه لمحمد البغدادي. نجح عبد الوهاب وإعلاناته ملت الشوارع، وكتبوا على صورته الطفل المعجزة أعجوبة الزمان الذي سيطربكم بين الفصول محمد البغدادي، ووصل أجره 4 جنيه، لكن عيلته عرفت وأبوه حلف لا يرجعه البيت ويحبسه، لكن صاحب الفرقة وعدد من الفنانين اتوسطوا وحلوا المشكلة ووافق الشيخ أبو عيسى وساب محمد يغني باسمه الحقيقي الطفل المعجزة محمد عبد الوهاب. الصدمة التانية في حياة الطفل المعجزة كانت على إيد أمير الشعراء أحمد شوقي اللي سمع صوته في مسرحية ورغم انه عجبه الا انه قدم شكوى لحكمدار القاهرة طلب فيها منع محمد عبد الوهاب من الغناء علشان سنه صغير، ولف الزمن ومحمد عبد الوهاب كبر وغنى في فرقة سيد درويش وسمعه امير الشعراء احمد شوقي في حفلة من الحفلات وطلبه يغني في فرح بنته قدام الزعيم سعد زغلول وطه حسين والعقاد والمزني وكبار السياسيين والمثقفين، وكانت ليلة ميلاد نجم جديد هيغير شكل الأغنية والموسيقى المصرية. مش بس كده، ده أحمد بيك شوقي عرض عليه يكتب له أغاني فوافق عبد الوهاب، وتحول عبد الوهاب لعملاق النغم الجديد لما غنى مضناك ويا جارة الوادي ومجنون ليلى. هنا حصل التحول الأكبر والأهم في حياة محمد عبد الوهاب لما المخرج محمد كريم قرر يستغل النجاح ده في السينما وأقنع محمد عبد الوهاب إنه يقوم ببطولة فيلم الوردة البيضاء، أول فيلم غنائي لمطرب مصر الأول. عبد الوهاب كان خايف من الخطوه لكنه وافق لما اطمن انه هيقدم عدد كبير من الاغاني في الفيلم. مش كده بس، ده خد وقتها اكبر اجر الممثل وهو 450 جنيه وغنى في الفيلم يا ورده الحب الصافي وجفنه علم الغزل والنيل نجاشي، ونجح الفيلم في كل سينمات مصر وكمان في باريس، وسنه ورا سنه اتحول عبد الوهاب لاسطوره، والاسطوره بقت رمز من رموز الفن المصري والعربي اسمها موسيقار الاجيال.
كان الجمال عندي زهرة وبتعدي ما بين خيال العين. عشق جمالها يوم يفوت عليها النوم انساها بعد يومين. ايه اللي خلى الفكر يروح يقابله من غير ما يقولي؟ ايه اللي خلى الفكر يروح ويقابله من غير ما يقولي؟ مين اللي قال لعيون الروح تعشق هوا وتشوفه قبلي؟ شغلوني وشغلوا على عيني الليالي.